العملية التعليمية في مصر من أكثر القطاعات وأكبرها ربما اللي بيثار حولها جدل والكثير من علامات الاستفهام على مدار العام. دايما بتثار قضايا متعلقة بفحوى المناهج، نوعية التعليم اللي بيتلقاها الطالب المصري، أيضا في السنوات الأخيرة جدل كبير حول المصروفات المدرسية التي تدفع في المدارس الخاصة والمدارس الدولية، واللي بيضطر يلجأ ليها أولياء الأمور في أحيان كثيرة نتيجة لضعف مستوى التعليم في المدارس الحكومية. وهذه الزيادة يعني في تزايد مستمر من عام إلى آخر، ده بيزود من مسؤولية أولياء الأمور، وفي النهاية بنتكلم عن أنه برضو الطالب ينهي العملية التعليمية الأساسية وقبل مرحلة الجامعة وهو في مستوى تعليمي غير مرضي عنه إلى حد كبير، ده بخلاف طبعا العقود الماضية اللي كانت مصر فيها متقدمة جدا على مستوى التعليم في المنطقة العربية وفي العالم أجمع. إيه سبب هذا الموضوع، وهل تحول بالفعل التعليم الخاص في مصر إلى عملية تجارية بحتة؟ ده هو موضوع حوارنا اللي حنتناقش فيه مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد المفتي، أستاذ المناهج وعميد كلية التربية بجامعة عين شمس سابقا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. التعليم الخاص والتعليم كان فيه في السنوات الماضية تعليم خاص، لكن زاد قوي فكرة التعليم الدولي مع ما يكلفه ذلك من عبء كبير ومصروفات عالية جدا على أولياء الأمور. ليه أصبح الاتجاه إلى هذه النوعية من التعليم كبير في الآونة الأخيرة؟ هو الحقيقة لضعف مستوى التعليم في المدارس الحكومية وبعض الجامعات الحكومية، فأصبح هناك تعليم موازي اللي هو التعليم الخاص، سواء في مرحلة التعليم قبل الجامعي أو مرحلة التعليم الجامعي. فمن هنا الحقيقة يعني فكرة التعليم الخاص أو المدرسة الخاصة دي من زمان قوي، بس زمان أيامينا كان اللي يخش التعليم الخاص ده يعني يعتبر ان هو طالب الفاشل. ايوه بالظبط. لان التعليم الحكومي كان يعني مستواه راقي جدا. مع مرور الزمن وبعض المؤثرات والعوامل والاسباب ابتدى التعليم في المدارس الحكوميه ينخفض مستوى الجوده فيه، وبالتالي ظهر بقوة التعليم الخاص. بالطبع التعليم الخاص بيقدم خدمات تعليمية أفضل من التعليم الحكومي. إذا كان هذا هو الغرض فعلا من التعليم الخاص، إن هو يقدم خدمة تعليمية جيدة، يبقى أنا مع هذا الاتجاه. ولكن أصبح الهدف منه مش العملية التعليمية الجيدة، أصبحت عملية تجارية بعيدة إلى حد كبير حتى عن رقابة الدولة. تمام. يعني حضرتك معظم التعليم الخاص باستثمار، يعني مشروع تجاري زي أي مشروع آخر، وبيتولاه يعني من يتولى، قد يكون متخصص في التربية والتعليم وقد يكون غير متخصص. وفي الحالة الأخرانية دي بيبقى فيه المشاكل كتيرة جدا. فأنا مع التعليم الخاص إذا قدم خدمات تعليمية أفضل من المدارس الحكومية، بحيث أنه هو يحفز المدارس الحكومية أن هي تقدم تعليم. طيب معلش اسمح لي فندم، إذا كان ده هيحفز فعلا، كان حفز في السنوات الماضية، لكن هو حصل عملية استكانة إلى أنه ده تعليم مجاني، ده الوضع فيه، من يقبله يقبله، واللي لا يقبله عليه أن يتكفل بالتعليم الخاص أو التعليم الدولي. ما شفناش ان حصل حاله من المنافسه مثلا رفعت من مستوى التعليم الحكومي. ما انا حطيت شرط. يعني انا قلت ايه، انا مع التعليم الخاص اذا قدم خدمه تعليميه افضل من المدارس الحكوميه. بالاضافه الى هذا ايه، يعني فكره ان يبقى في تعليم حكومي وتعليم خاص دي بتتعارض مع مبدا تكافؤ الفرص. دي معناتها ايه، اللي معاه فلوس هيعلم ولاده، واللي ما معهوش فلوس مش هيعلم ولاده، هيدخلهم المدارس الحكومية. فيجب أن يكون هناك رقابة جادة. هو في رقابة من
وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة، ولكن يجب أن تكون هذه الرقابة رقابة يعني شديدة، ورقابة مالية وإدارية وفنية وأكاديمية أيضا. يعني مش مجرد أن المدارس الخاصة دي كيان موجود وبيكبروا أولاد الناس اللي هي ما بتتعلمش كويس في التعليم الحكومي يخشوا التعليم الخاص. بالإضافة إلى هذا حضرتك، المصروفات في التعليم الخاص أو في المدارس الخاصة يعني مبالغ فيها جدا، ولا تتناسب إطلاقا مع الخدمات ومع مستوى الخدمات. دخل المواطن المصري طبعاً كمان ده مع مستوى الدخل، بالإضافة إلى لا تتناسب مع مستوى الخدمات التعليمية التي تقدم في التعليم الخاص. يعني المدارس ده طبعاً مش تعميم يعني، لكن يعني إلى حد كبير إلى حد كبير هو ده موجود. حضرتك بتقول هو في رقابة لكن محتاجين نشددها، تبقى طيب رقابة جادة. رقابة جادة، ليه الرقابة دي مش جادة حتى هذه اللحظة، رغم أنه يعني في مدارس مخالفة في أشياء كثيرة جدا، حتى في نوعية المناهج اللي بتقدمها، حتى في نوعية الرخص اللي بتحصل عليه. يعني في مدارس بتحصل على مصروفات على أنها مدارس دولية وهي في الحقيقة غير معتمدة، ولما بيسافر الطلبة برا مصر بيكتشفوا الحقيقة. فأين رقابة وزارة التربية والتعليم على هذه المدارس؟ جميل جدا. يعني هي وزارة التربية والتعليم في الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، دي بتخش المدارس وتقيم هذه المدارس وتقول إذا كان الخدمات التعليمية الموجودة فيها والمعلمين والإمكانات المادية والبشرية دي جيدة ولا غير جيدة. إذا كانت جيدة وتصل إلى مستوى المعايير اللي الهيئة حطها، بيدهم ما يسمى بالاعتماد وبيستمروا. إذا كانت لا توفي بهذه المعايير، بيقولوا لها الملاحظات وبيعملوا لها زيارة بعديها وبيشوفوا إذا كان الملاحظات دي نفذت ولا ما نفذتش عشان الخدمات التعليمية تصل إلى مستوى الجودة. فيجب أن يكون هناك رقابة من الوزارة، بالإضافة إلى رقابة وتقييم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. ويبقى المسألة مش روتينية، يعني مش رايح المدرسة أنا أعمل زيارة كده وخلاص، لا، كل حاجة تنضبط وتقيم كما ينبغي أن يكون التقييم. طيب بالنسبة لنوعية المناهج، أيوة الاختلاف كبير قوي ما بين المناهج اللي بتدرس في المدارس الحكومية والمناهج اللي بيتم تدريسها في المدارس الخاصة أو المدارس الدولية. أين مصر الآن على طريق تحسين وتعديل المناهج؟ إحنا عارفين أنه من السنة اللي فاتت في إعادة نظر في نوعية المناهج، لكن المدى الزمني طويل إلى حد ما يعني، والبداية لسه ما حسش بيها المواطن، لا الطالب ولا أولياء الأمور. لماذا؟ يعني أعتقد أن المناهج في المدارس الخاصة هي نفس المناهج في المدارس الحكومية، إنما اللي بيختلف المدارس الدولية. للمدارس الدولية بتجيب المناهج بتاعت بلادها، ودي عليها يعني تحفظات وعلامات استفهام كتيرة، يمكن الوقت ما يكفيش إن احنا نقولها. محاولات التطوير، يعني هناك محاولات مستمرة لتطوير المناهج منذ يعني زمن بعيد. يعني معظم الوزراء السابقين كان لهم جهود في عملية تطوير المناهج، وحاليا يعني ركزوا أكتر على تطوير مناهج العلوم والرياضيات. اللجان اجتمعت، بعض اللجان كان لها ملاحظات، بعض اللجان الأخرى قالت إحنا ناخد منهج من مناهج الدول المتقدمة ونطبقها. ده خطر جدا. ليه؟ لأن هذه الدول لها إمكاناتها المادية والبشرية وخلفية التلميذ وتنشئته إلى آخره إلى آخره، وده اللي بيخلي المناهج دي تنجح هناك. إذا جت المناهج دي هنا في المناخ التعليم بتاعنا في الإمكانات المادية والبشرية بتاعتنا، قد لا تنجح هذه المناهج. بس اسمح لي دكتور، لأنه مثلا المناهج البريطانية اللي بتدرس في المدارس البريطانية هنا في مصر
الطالب بيمشي وبينجح فيها وما بيحسش بمشكلة. الطالب المصري لما بيسافر بره أي دولة بيدخل مدارس وبيثبت نجاح وتفوق، فإذا المشكلة مش في المنهج أو في المعلومة، المشكلة في كيفية التدريس ونوعية المنهج والمحتوى. المناخ التعليمي نفسه من إمكانات مادية، إمكانات بشرية، مستوى إعداد المعلم، رغبة التلميذ في أنه يتعلم. يعني معظم الطلبة عندنا دلوقتي ما عندهمش رغبة حقيقية في أن هو يتعلم، عشان إنما المناخ مش مناسب. حتى مبنى المدرسة مش مشجع بالنسبة له. بياخد درس خصوصي عشان يعدي الامتحان بس، وبعد كده بينسى كل حاجة. فالغرض إيه؟ ممكن إحنا ناخد التوجهات العامة في المناهج العالمية ونحاول إن إحنا نطبقها، إنما ما نستنسخهاش. يعني ما ينفعش يعني حد مثال بسيط أو كده عشان يقرب الفكرة إلى ذهن الناس. البدلة اللي أنا لابسها دي اتفصلت على مقاسي. لو أنا جبت بدلة تانية جاهزة وأيفها مش هتطلع مظبوطة. بالمثل المنهج اللي جاي من بره ده معمول علشان بيئة تعليمية وطلبة وناس ومناخ وتقاليد وثقافة غير بتاعتنا، فما ينفعش إن أنا أستنسخ. صحيح. إنما أخذ التوجهات العامة. بس لما تكلمنا مع أحد المسؤولين عن تطوير المناهج في لجنة تطوير المناهج اللي حضرتك تحدثت عنها، قالت مثلا إنه في الرياضيات نوعية من المسائل بتدرس للأطفال هنا في ثالثة ورابعة ابتدائي، لقوها في فنزويلا مثلا هي محققة تقدم كبير في مستوى التعليم في أولى إعدادي وثانية إعدادي. فإذا إحنا إحنا فرقنا كتير عن المستويات المتقدمة في نوعيات التعليم في العالم. ليه حصل؟ ليه تراجعنا إلى هذا القدر؟ يعني هناك أسباب كثيرة جدا. أولا نوعية المنهج نفسه، يعني نوعية المنهج اللي هي مطبقة منذ أن نشأ التعليم النظامي. المناهج دي إحنا بنسميها كمتخصصين المناهج القائمة على القاعدة المعرفية، يعني بيديله معلومات ومعارف ونظريات وقوانين وإلى آخره. النوعية دي قماشها بالبلد يعني قماشها كنز، يعني ما يقدرش التلميذ لما يدرسها يحقق الأهداف الطموحة اللي بيتكلموا عنها اللي هو تنمية التفكير الإبداعي والناقد لا ما ينفعش. في نوعيات أخرى من المناهج، تنظيمات أخرى زي المناهج القائمة على المشكلات، دي بيدي مشكلة والتلميذ يبحث عن هذه المشكلة بمساعدة المعلم فتنمي تفكيره ومهاراته وقدراته العقلية إلى آخره. في مناهج تانية اللي هي المناهج القائمة على المفاهيم الكبرى، بيديله مفهوم زي الطاقة ويعالجه من زوايا مختلفة، الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الغذاء والفلك إلى آخره. دي بتنمي معلومات الطالب وتخليه يبحث عن المعرفة وتديله القدرة أن هو يفكر. أحدث مناهج بقى إيه؟ اللي هي المناهج القائمة على نتائج أبحاث المخ. الناس اللي هي بتشتغل في أبحاث المخ اكتشفوا أن المخ بيشتغل بطريقة معينة ويقدر يعمل حاجات معينة، فالناس بتوع المناهج ابتدوا ينسجوا المناهج وفقا لهذا، بحيث الطالب لما يجي يدرس هذا المنهج على طول عقله يتقبل. فأين نحن من هذا؟ ما ده اللي مخلينا متخلفين. بالإضافة أنه القاعدة المعرفية اللي حضرتك تحدثت عنها اختلفت كتير جدا، محتاجة إعادة نظر لأنه إحنا يوميا في تغيير. وعقل الطفل يعني معاه بس التابلت مثلا ممكن بيشوف العالم بشكل مختلف، فبالتالي محتاجين إعادة نظر يعني حقيقي. اتفاقا مع كلام حضرتك، المعلومة أصبح لها دلوقتي expiring date، يعني تاريخ صلاحية زي أي منتج تاني. في العلوم مثلا المعلومة بيبقى ليس لها أي فائدة بعد 3 سنوات،
مع التطور السريع في المعارف الفترة الزمنية دي بتقل. يعني ممكن المعلومة اللي يدرسها الطالب النهاردة السنة الجاية ما تبقاش صحيح. ولذلك يجب أن نعتمد على إيه؟ على أن الطالب هو اللي يبحث عن المعلومة وكل ما يستجد بمساعدة المعلم. والبحث عن المعلومة ما بقاش شيء صعب ولا مكلف، فبالتالي نترك شوية المجال الإبداعي للطفل وللطالب ويساعده طبعا المدرس. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور محمد المفتي، أستاذ المناهج وعميد كلية التربية بجامعة عين شمس صبري. شكرا جزيلا. مشاهدينا انتهى لقائنا بكم اليوم في هذا الصباح، غدا إن شاء الله في 7 صباحا بتوقيت القاهرة حلقة جديدة على مدار 3 ساعات نلقي فيها الضوء على موضوعات مختلفة ومتنوعة.